الرحمن الرحيم. أعزائي، اليوم حبيت أشوفكم عصير البرتقال والجزر. هنا أنا عصرت تقريبا كيلو برتقال وكيلو جزر، والجزر لازم ماكينة خاصة. البرتقال ممكن واحد يشربه وحده، بس الجزر دائما يفضلون يضيفوه ويا البرتقال. حتى تشوفون شربة دالية موسوم جزر وبرتقال. هنا أنا راح أصبه، بسم الله الرحمن الرحيم، وطبعا بدون سكر طبيعي. وهنا أزينه بقطع من البرتقال والجزر حتى يبين انه كوكتيل عبارة عن جزر وبرتقال. وهاي القصبة هم اختاريتها برتقالية. وهاي حبيت اشوفكم انه هذا مثل هذا البثل اللي يطلع من الماكينة مالت الجزر. هذا شوفوا كأنه بارشته ناعم، كأنه جزر مبروش ناعم. هذا أني دائما أستخدمه بحلاوة الجزر، تطلع كلش طيبة. وإن شاء الله أنزل لكم فيديو عن حلاوة الجزر، يكون مبروش ناعم فيسهل عملية الحمس. وهذا فيديونا لهذا اليوم، أتمنى يعجبكم. شكرا.